استاذ توفيق، استاذ قيس قد خبط الحبل بالنابل، لا ادري من اين ياتي بهذه الجمل، من اين بهذه الافكار. اوكي، ما هو الواضح؟ ما هو الواضح عندك؟ الشيء الاساسي الموجود في كركوك، حتى التسميات المناطق كلها تسميات تركمانيه وليست كرديه ولا عربيه. الاستاذ زي يعرف حق المعرفه الموضوع، الاستاذ اكرم يعرف حق المعرفه، والاستاذ قرده ايضا يعرف الموضوع حق المعرفه، ولكن يحاول ان تفصيل الحقائق. كركوك كل المحلات، كل الاسواق، كل الشوارع باسماء تركمانيه. حتى في زمن الدكتاتور صدام غيروا التسميات هذه، ليس خوفا من لا تركمان ولا عرب، كانت سياسه التعريب موجوده في زمن صدام في كثير من المناطق، سبب احتلال كركوك واحتلال غير المناطق، حتى كان في مسائل سياسيه كثيره لا يوجد مجال لنا ان نتحدث عنها في البرنامج، لان قضيه الارتباط بالتليفون مو سهله. فالمناطق اللي تحدث عنها الاستاذ قيس كلها مناطق تركمانيه حقا. فقط حاليا موجود في 23 محله، محله يعني منطقه كبيره باسماء تركمانيه. يوجد تكون ثلاث محلات كرديه كلها تاسست بعد سنه 1958، الشورجه ورحيماوه واسكان. حتى تسمية الإسكان يعني اسكنوا من بعد في الفترة الأخيرة وجاءوا من القرى اللي أطراف من أربيل، من أطراف سليمانية سكنوا في هذه المنطقة. حتى التركيبة المعمارية للمدينة، أتعمق في الموضوع قليلا، التركيبة المعمارية للمدينة كلها الأساس موجود في مركز المدينة هم تركمان. الإسكان رحيماوة شورجة كلها بأطراف كركوك. تقصد الطابع العمراني؟ هل تقصد استاذ عفوا استاذ كمال بياتي، تقصد حتى البنايات في مدينه كركوك هي ذات طابع عمراني؟ طابعها المعماري تركماني، تركماني كلها متشابهه، كلها معماريتها وخرائطها متشابهه، كلها مركز المدينه. المناطق الكردية كلها بأطراف المدينة، يعني أسست في الفترة 30 سنة الأخيرة. نعم. أوكي، واضح الأستاذ كمال بياتي، فقط أود كذلك إشراك ضيفي هنا، وكان الأشوريين كذلك لهم كذلك باع في المنطقة، ولهم نعم تاريخ ممتد إلى آلاف السنين يعني تقريباً. نعم. الاشوريين ايضا موجودين في كركوك، في قرعه كركوك كان قسم من عوائل الاشوريه، في منطقه العرفه موجود في قسم من العوائل الاشوريه، يعني ما كان في اختلاف بين داخل كركوك مثل ما قلت لحضرتك قبل 30 أو 40 سنه، ما كان اي اختلاف بين الاطياف هذه. مع الاسف الشديد من دخلت المساله مساله سياسيه وليست حقوقيه، من تغيرت المساله وهي اطماع الساسه الاكراد في احتلال كركوك، بدأت هذه الاختلافات وهذه الحروبات بين الأطياف. نعم. اوكي، الأستاذ برام، لك أن توضح وجهة نظرك أنت كذلك. الأستاذ قيس القرادغي له وجهة نظر معينة أن كركوك هي يعني تاريخيا تابعة إلى الأكراد، الأستاذ كمال بياتي عكس ذلك للتركمان. انت ماذا تقول يعني في طبعا يعني الاستاذ قيس من حقه ان يعني يدافع رايه، وكذلك احنا من حقنا يعني مساله ديمقراطيه، يعني اكو فد يعني ارجو ان لا يفهم انه احنا ضد حقوق الشعب الكردي، احنا مع حقوق الشعب الكردي. يعني انا شخصيا بالسبعينات ناضلت مع الشعب الكردي من اجل الديمقراطيه للعراق والاقرار بالحقوق القوميه للشعب الكردي، يعني هاي مساله يعني شعب مفهد هي بديهيه. احنا الشعب الكردي من حقه، لكنه اليوم اللي دا يجري على طبعا هاي النضالات اللي ناضلنا وياهم هو على اساس الشراكه الوطنيه، لكنه اليوم ما شفنا لا شراكه وطنيه وانما وفق الاجنده اجندتهم. تقصد انهم لم ينصفوكم؟ لا طبعا لا ما ينصفون، لانه اليوم احنا بشمال العراق يعني اسمنا صاير كوكتيل وقضيتنا صايره مسيحيه واراضينا يعني هاي القرى والاراضي المتجاوز عليها
يعني قدمناها إلى يوروبيان بارلمان، يعني إذا هاي مو حقيقة على الأرض موجودة كان يذبوها بوجهنهم، بس هي هاي موجودة. الجانب الآخر أنه النظام صدام حسين لم طبعا يعني هو هم يعني هم ذول منين تعلموها؟ تعلموها من صدام. ماذا قال لكم الأوروبيون عندما قدمتم لهم هذه؟ طبعا يعرفوها، يعني مو بس هاي، يعني قدمناها وأكو لقاءات، ويعني هي موجودة على الأرض. يعني ماذا قالوا؟ يعني ماذا نتج عن ذلك؟ تقديمها، تقديم هذه الورقة للأوروبيين، يعني ماذا نتج عنها؟ بس يعني حتى نحصل على سبورتهم وسيمباثي، دعم منهم، دعم لا أكثر ولا أقل، لكنهم ما يقدرون يعني يأثرون، لأنه يعني على الأرض شيء آخر. الجانب الآخر يعني النظام يتساءل بعض، لماذا لم تلجؤون إلى الأمم المتحدة كانت إذا كانت لكم لديكم أدلة ملموسة وموثوقة أيضا؟ طبعا عندنا أدلة ملموسة أوكي. يقول يتساءل البعض يطرح هذا السؤال، لماذا لا تلجؤون إلى 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 الأمم المتحدة؟ يعني كما تعرف أستاذ توفيق، يعني إحنا الآشوريين الحلقة الضعيفة الموجودين بالعراق، وإحنا ضحية العملية السياسية اللي انبنت على هالأساس، والبقية كلهم ينظرون إلى مصالحهم الخاصة، وحتى أمريكا متواجدة هناك من أجل مصالح الخاصة، أمم متحدة يعني من أمريكا من خلال الأمم المتحدة تنفذ مصالح الخاصة. يعني اليوم أنتم كأشوريين إذا أردنا مثلاً أن نحكمكم في كشهود عيان وكسكان المنطقة الأصليين لمدة لآلاف السنين، كيف ترون كركوك؟ هل حقيقة كانت توكومانية أو كانت أغلبية توكومانية هناك، أم أغلبية كردية أم عربية؟ لست أدري. يعني حسب طبعاً أنا كركوك بالسبعينات موجود كنت، يعني من خلال المشاهد، من خلال يعني المحلات والشوارع والشسمة، يعني تلاحظ بشكل متميز أنه الأغلبية هم من التركمان. التركمان هم الأغلبية. التركمان وأكثر التركمان، بعدين أكو آشوريين موجودين. يعني وتلاحظ أنه يعني أكثرية التركمان يحجون آشوري، يعرفون لغتنا، وإحنا هم نحجي تركماني. نعم. فيعني من خلال الاختلاط والجسم طبعا يعني واضحة كانت أنه الأغلبية كانوا للتركمان. الأستاذ قيس قادغي يعني استند إلى حجة أن قضية التعريب، أنه في مدينة كركوك أو في محافظة كركوك كان قد استهدف العرب. هل العرب كان استهدف التركمان أو الأتراك الأكراد عفوا؟ يعني النظام السابق هم أجرى تغيير ديموغرافي، يعني أنه جلب عوائل عربية. لا اسمح لي حتى نوضح السؤال أكثر. الأستاذ قيس القرداغي قال أو استند في حجته على أن محافظة كركوك هي ذات أغلبية كردية وكانت كردية من قبل، أنها استهدفت بالتعريب، التعريب كان يستهدف الأكراد. لا طبعا أنا أرى أنه التعريب هو استهدف أنه الطموحات الغير مشروعة للقيادات الكردية، أنه ضم كركوك إلى أقليمهم، وكركوك هي يعني كردية ومن الشعارات هاي. فطبعا النظام السابق شعر، لأنه كركوك هي مثل ما بينا منطقة استراتيجية لها تأثير كبير على الحكومة العراقية وعلى المنطقة ككل. فمن هذا المنطلق أنه النظام السابق ألم يكن هناك ربما من يقول بأن التعريب ربما كان يقصد التركمان أيضا؟ طبعا قد يجوز. نعم. التركمان. الأستاذ قيس القادغي، نعم، يعني هناك ردود على ما قلته أنت. أولا قضية الأحياء والأزقة والمحلات الموجودة في محافظة كركوك أسماؤها كلها أو معظمها كذا تركمانية. هذا أولا. ثانيا قضية حجتك بأنها كركوك كانت كردية، والدليل على ذلك أنها استهدفت بالتعريب، يقول لك التعريب يكون قد استهدف التركمان أكثر من غيرهم. ثالثا الشيء الثالث والأهم كذلك الذي يستند إليه بعض المراقبين أيضا، والذي ربما مستنتج من كلام الضيوف هنا في ضيف الاستوديو على الهاتف، لكنه لم يصرح به
صراحة وموجود في بعض الكتابات وفي بعض المصادر أن المراقبين يقولون أن إحصائيات عام 1957 كانت تشير إلى أن الأغلبية في محافظة كركوك تركمانية. كيف تعود على ذلك؟ أبدأ بالجواب؟ أبدأ تفضل. لا شكرا جزيلا. أولا بالنسبة إلى تسمية المناطق هذا صحيح، يعني أغلب المناطق أسماؤها تركية، لا في كركوك فقط بل في عمق في كردستان وحتى في المناطق العربية أيضا وحتى في مصر في تونس في الجزائر في أي منطقة وصلت فيها السلطات العثمانية إليها تجد هنالك أسماء جبال وأسماء مناطق. لا موجودة الأستاذ قيس، أنا جزائري موجودة نعم. أسماء تركية حقيقة في الجزائر ولكنها قليلة وقليلة جدا، رغم نعم. أن الجزائر احتكت بالأتراك أكثر من غيرها من الشعوب العربية الأخرى نعم. يعني أكثر من هذه المسألة الجزائر أقرب ما يكون من أي دولة عربية إلى الترك، هذا نعم يعني أنا لكن الأسماء ليس بهذه الكثافة التي تصورها أنت. نعم تفضل. يعني أنا أتكلم عن حقبة أربع قرون من الحكم العثماني، وطبعا الحكم العثماني لم تكن حكم تركي، كانت حكم خلافة إسلامية، ولكن السلاطين وصدر الأعظم والوزراء كلهم كانوا أغلبهم من الترك، وكانت اللغة التركية هي اللغة السائدة. وعندما خططوا يعني بعثوا بلجان لتشكيل المناطق، فعندما جاءوا إلى كردستان هذه هؤلاء الموظفين لم يكونوا يعرفون لغة المناطق، فكانوا مثلا يشاهدون منطقتي أنا يشاهدون جبلا أسودا، فيعني جبل داخ وأسود قرداخ سموه قرداخ، وهكذا ثبت في الخرائط العثمانية وفيما بعد الخرائط تبعتها الخرائط التي تم البدء بها في الحكم الوطني العراقي منذ تشكيل 1921 ولحد الآن. وأما بالنسبة لكركوك، كان كركوك مركز يعني عاصمة ولاية شهرزور، والعراق كان من ثلاث ولايات، العراق الحالي ولاية شهرزور واللي بعدين تغير إلى ولاية الموصل وولاية بغداد وولاية البصرة. يعني لهذا تجد بأن أغلب المناطق هذه هي مناطق سميت باللغة التركية، ويعني هذه ليست دليلا على أن الأكثرية في هذه المناطق هم التركمان، لا بالعكس، أنا أقول التركمان الموجودون داخل مدينة كركوك هم أكراد، ولكن تقربا للسلطات التركية وتقربا للغة التركية عندما كانوا يأتون لأول مرة إلى كركوك كانوا يحاولون أن يتعلموا لغة حكام القوم حكام المنطقة الأتراك العثمانيين لكي يحصلوا على الوظائف وعلى العمل. وعلى هذا الأساس تجد أغلب العوائل التركمانية التي الآن يعني يشار إليها بالبنان بأن هذه العوائل هي عوائل تركمانية هي أساسا من العوائل الكردية العريقة، مثلا من الزنقنة، يعني بيت النفطشي عائلة تركمانية عريقة موجودة حاليا في مدينة كركوك، وهم قبل أن يحفر أول بئر عام 1927 كانوا يعني هم الذين يستخرجون النفط من مدينة كركوك. هؤلاء يعني في عام 1958 حسين النفطشي اللي كان عضو بالبرلمان العراقي كان كاتب قطعة على منزلة بيت حسين النفطشي الزنقنة، والزنقنة عشيرة كردية كبيرة معروفة هذه المسألة. والآن مثلا الأستاذ البياتي أشار إلى مناطق كردية ما بعد يعني
ثورة 14 تموز استقدموا إلى مدينة كركوك، وهذه المسألة الزحف يسمى، يعني هذا الزحف موجود في كل المناطق، يعني كل عن بغداد اللي الآن 7 ملايين نسمة يسكنون في بغداد. هل تعني الأستاذ قيس الأكراد هم الذين زحفوا على كركوك؟ لا، زحف طبيعي، زحف طبيعي هذه، وبعدين المحل هذا